وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر أجر الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الأعمال وزادنا من فضله الكريم ما يجعل هذا الشهر خير شهر رمضان مر بنا. في أواخر فترة الضيافة، أي ضيافة، يعيش الضيوف حالة خاصة، حالة الاستعداد للوداع، الاستعداد للحصول على أفضل ما يمكن الحصول عليه من الضيافة. هذا الحال ينبغي أن نعيشه ونحن في أواخر أيام ضيافة الله تعالى. عادة يفكر الضيف فيما جرى معه أثناء الضيافة، يفكر الضيف في الحالات النفسية بينه وبين المضيف، يفكر الضيف في الطلبات التي طلبها، ويفكر في الطلبات التي ينبغي أن يطلبها ولم يطلبها حتى الآن. قبل أن نخرج من الحرم، حرم الضيف، قبل أن نخرج من الحمى، حما هذه الضيافة، ونحن في قلب حرمة ضيافة الله تعالى، يجب علينا أن ندقق في حساباتنا جيدا، فلا يفوتنا ما ينبغي الحرص عليه. في هذا المجال أؤكد لنفسي وللجميع أن من واجبنا أن يكون أمامنا دائما وأبدا خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان الدعاء الذي نجده في الصحيفة السجادية، دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه في وداع شهر رمضان. يعني لا نكتفي بأننا سنقرأ الدعاء في وقت الوداع في آخر الضيف، بل نقرأه الآن كثيرا، لأننا سنجد فيه أمورا كثيرة إن لم نطلع عليها الآن واطلعنا عليها بعد انقضاء الشهر سنقول يا ليتنا كنا قد اطلعنا على هذه الأمور من قبل لنحاول الاستفادة من الوقت الباقي من شهر رمضان. هذا الدعاء موجود بالصحيفة السجادية، دعاء الإمام السجاد في وداع شهر رمضان، خلينا نركز عليه، نقرأه مرة وتنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، نفكر ببعض الفقرات، نحاول نطلع منه أمور بدنا نحرص عليه. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يكون أمامنا دائما خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي بدأنا بالتعامل ونبدأ عادة ويبدأ المؤمنون في شرق الأرض وغربها بالتعامل مع شهر رمضان في كل سنة على أساسها، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله
خطب هذه الخطبة في آخر جمعة من شعبان استعدادا لشهر رمضان. هذه الخطبة يجب أن تكون أمامنا خصوصا في الفترة الأخيرة من فترات الضيافة، ونتأمل في بنودها بندا بندا، وكل بند نجد أننا لم نعمل به نحاول أن نعمل به ولو مرة. أهم ما في الخطبة النبوية أن نركز على عدة أمور. أولا، كثرة قراءة القرآن الكريم. ثانيا، طول السجود. طول السجود، يعني في عنا كثرة السجود وفي عنا طول السجود. لو فرضنا واحد وضعه الصحي ما بمكنه من السجود الطبيعي العادي، فليسجد وهو جالس لكن بالطريقة التي تريحه، أو أنه إن كان يستطيع أن يسجد بشكل طبيعي لكن لا يستطيع أن يطيل السجود، فليحرص أن يريح نفسه كل فترة ثم يرجع إلى السجود، وليحرص أن يكون سجوده أكثر من السجود المتعارف بحسب ما يتحمل ويستطيع. إذن كثرة قراءة القرآن الكريم وطول السجود وكثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الأمور التي نعرفها يجب أن نتعامل معها بطريقة تؤثر فينا وتجعلنا ننتقل ونبادر إلى العمل والتنفيذ. يعني مثلا كثرة قراءة القرآن الكريم معروف من أول شهر رمضان ومن قبل شهر رمضان، نعرف أنه الآية في شهر رمضان بختمة. يعني إذا إجا واحد قرأ آية في شهر رمضان كم يستغرق الوقت لهذه الآية؟ لو فرضنا آية طويلة، آية الدين، هي صفحة، قديش بده يستغرق الوقت الذي تستغرقه الآية؟ قد تكون آية قصيرة جدا مثل ما قلت سابقا، مثلا مدهامتان سورة الرحمن، هي آية، هل آية سواء قصيرة أو طويلة ثوابها ثواب من ختم القرآن كله في غيره من الشهور. نحن نعلم هذا، لكن عادة الشيطان يستطيع أن يؤثر علينا فيشغلنا ويمر شهر رمضان ومش قارين. طيب إذا واحد ما بيعرف يقرأ، ما قادر يحط مسجل، قديش بيسمعوا الناس اللي بيحبوا الموسيقى، قديش بيسمعوا دندن وطنطن ومدري شو. الشيطان ما بيقول لهم شيء، الشيطان بيشجعهم. بيقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: الاهتمام بالشيء فرع إدراك الحاجة إليه. يعني واحد يشعر بالحاجة لأمر بصير يهتم فيه. نحن منفهم الحاجة للمصاري منهتم بالمصاري، ما منفهم الحاجة للثواب ما منهتم بالثواب، مع أنه الإنسان في يوم القيامة يمكن أن لا تبقى له حسنة إطلاقا. بيجوا حسناته اللي عاملهم، عامل حسناته وعنده أعمال كثيرة، بيجوا الناس اللي اغتابهم بياخذوا حسناته، بيظل ولا حسن. قد ينقذه في يوم القيامة آية قرأها في شهر رمضان وحصل عليها ثواب ختم من القرآن ويدخل بها الجنة، ظل له بس ثواب آية. طيب إذا قيل لنا بأول شهر رمضان أنه الآية بختمة ونشوف عنا شهر، قديش منقرأ؟ وإذا إجا آخر شهر رمضان ذكرنا أنفسنا بأنه الآية بختمة، هم كيف نشتغل؟ يعني طبيعي جدا أنه اللي بيعرف قيمة الختمة
أنه يحرص على أن يملأ وقته فيما بقي بقراءة القرآن. شو يعني يملأ وقته؟ بتعبير الإمام السجاد عليه السلام في دعاء استقبال شهر رمضان، مش دعاء الوداع اللي حكيت عنه قبل شوي، بيعلمنا أنه نطلب من الله عز وجل أن نشحن شهر رمضان بالعبادة. نشحن وشحن، احنا كلمة انه مثلا بدنا نشحن هالغراض، بنفهم انه نشحن ما بنخلي مطرحة بالشحن. شهر رمضان لو فرضنا انه واحد قرر بده يقلل النوم يوميا مثلا نص ساعة، وبده يقرأ فيها قرآن، شغلة كتير اساسية طبيعية، طبيعي جدا يقلل النوم بالمقدار، طبعا بينام المقدار اللي بيحتاجه جسمه، عادة نحن مننام أكثر من حاجتنا للنوم. فإذا خلينا نذكر أنفسنا بمعادلة، أنه عيب إذا قيل لنا الآية بدولار نكون بنقرأ كثير، وإذا قيل لنا الآية بختمة نقرأ القليل. خلينا نكثر فيما بقي من قراءة القرآن. هذا القرآن ممكن نهدي لأمواتنا، وهم يحصلون على ثواب عظيم، ونحن نحصل على ثواب عظيم، فائدة إلنا ولأمواتنا. إذا قراءة القرآن محور أساسي ينبغي أن نترك كل الأعمال اللي يمكن تأجيلها، نتركها إلى ما بعد شهر رمضان. التليفونات اللي ممكن نستغني عنها مش ضرورية، فينا نأجلها لبعد شهر رمضان ونقرأ بدالها قرآن. هالتليفون اللي إجا ضروري، بدل ما نطول بالحكي نقتصر على مقدار الضرورة، بدنا نقرأ قرآن معنا وقت. واحد ممكن بعد شوي ينفذ حكم الإعدام فيه، وعنده هالفرصة، عنده هالمتسع حتى يحاول يخلص حاله. بدنا نشتغل بما بقي من شهر رمضان في المجالات الرحولة كلها، قراءة القرآن وطول السجود وكثرة الاستغفار والاكثار من الصلوات. بدنا نشتغل على الأساس أنه نريد أن نفك أنفسنا المرتهنة بذنوبنا وسيئاتنا. ما حدا بينزل بجورة حدا، ما حدا بيتحاسب عن حدا، ما حدا بيدور على مصير حدا. مفترض انه واحدنا يهتم بمصيره ودعاء لغيره ايضا. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شهر رمضان، فلما بصر بي قال لي: يا جابر، هذا آخر جمعة من شهر رمضان، فودعه وقل: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما، فإنه من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين، إما ببلوغ شهر رمضان وإما بغفران الله ورحمته. في الخطبة النبوية: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين.
فرضنا واحد قرر انه بده يصلي له شي صلاة بخشوع، يصلي صلاة بحضور قلب، ولو صلى بحضور، لأنه الله عز وجل أقسم أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. وذنوبنا هي جهنم، هذه الذنوب جهنم. شو اللي بيخلصنا منها؟ طول السجود والحرص على صلاة مقبولة في شهر رمضان. طيب بالنسبة لطول السجود، في عنا من روايات عن الإمام الصادق عليه السلام: إن العبد إذا أطال السجود حيث لا يراه أحد، أو أنه بمكان بيشوفه حدا بس هو مخلص، لأنه الكلام الإخلاص، بس هون الشيطان أكثر شيء بالضايع، لأنه اللي بيسجد بمكان لا يراه أحد هذا أكيد مخلص، اللي بيسجد بمكان بيشوفه حدا ممكن يتداخل العجب، ممكن لا، بس ممكن أن يكون سجوده مقبول. قال الشيطان إذا شاف واحد ساجد في مكان لا يراه أحد، قال الشيطان: وويلاه أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبات. وأنت سقط الامتحان الشيطان عندما أمره الله بالسجود لآدم فسقط. فالشيطان بيشوف واحد سجد وطول فينادي بويله: وويلاه أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبات. بضيف الإمام الصادق عليه السلام: وأقرب ما يكون العبد إلى الله إذ هو ساجد. في رواية تانية: ساجد ويبكي. أقرب ما يكون العبد إلى الله. بعض العلماء بيقول أن واحد بالسجود بيكون أعرض عن الدنيا كلها وعن حيثياته، يعني هو هون صار متفرغ للحديث معه سبحانه وتعالى. وأيما مؤمن سجد لله وشكر نعمة في غير صلاة، هذا سجود الشكر المستحب بغير الصلاة، إذا تجددت نعمة على شخص جاءته نعمة، أو تذكر نعمة سابقة، مستحب أنه يسجد لله عز وجل، هذا سجود خارج الصلاة. هذا السجود خارج الصلاة كتب الله له بها السجدة 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. السجود الطويل اللي بدنا نحرص عليه كثيرا فيما بقي من شهر رمضان، فينا نجمع بينه وبين قراءة القرآن الكريم. كيف؟ حط هالمسجلة أو هالتليفون حده وعم يقرأ قرآن، بصير يردد القرآن وراه وهو سجد، بيكون جمع بين قراءة القرآن والسجود الطويل، استفاد من الساعة قد ساعتين، يعني استفاد للسجود الطويل ولكثرة قراءة القرآن. أو مثلا يجمع بين السجود الطويل والاستغفار. مش قلت أنه من أهم الأعمال فيما بقي من شهر رمضان قراءة القرآن والاستغفار والصلوات، هو اللي ممكن الجمع بينهم بالنسبة بالإضافة إلى طول السجود. ممكن الجمع بين طول السجود قراءة القرآن، طول السجود وكثرة الاستغفار، طول السجود وكثرة الصلوات، يعني بيجيب الاستغفار أو الصلوات أو قراءة القرآن في حال السجود. صوروا أن واحد إذا ملأ يوما من شهر رمضان بالسجود الطويل، ولو أنه هاليوم متفرق يعني بخلال كم يوم، كل يوم مثلا قدر يحصل ثلث اليوم، 3 أيام صار عنده يوم كامل، شغلة عظيمة. طيب من بركات طول السجود كما في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، في عدة روايات ملفتة. الرواية الأولى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعالج بعض حجراته، يعني عم بيصلح حائط أو شيء بغرفة من غرف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات لحد المسجد. بمر شخص بيقول له يا رسول الله خليني أنا اشتغل عنك. قال له تفضل. خلص شغله بيقول له النبي صلى الله عليه وآله اطلب حاجتك. قال فأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال، قال له للزلمي اطلب حاجتك. قال له يا رسول الله أريد الجنة، حاجتي الجنة. هو صلح شقفة الحائط وبده قبالها الجنة، بس من مين عم يطلب؟ عم يطلب من أكرم خلق الله اللي كرمه مظهر كرم الله تعالى. فأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال نعم. فلما ولى قال يا عبد الله أعنا بطول السجود، أنا ضمنت لك الجنة، ساعدني تحقيق الطلب بأنك تكثر من السجود. هل أد الإكثار من السجود عظيم، بحيث أنه طريق إلى الجنة. صح أنه النبي صلى الله عليه وآله بده يطلب له، بس بيطلب لا يشفعون إلا لمن ارتضى، بده يكون في سبب. هالسبب النبي صلى الله عليه وآله أكد على طول السجود. أيضا في رواية ثانية أن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله اضمن لنا على ربك الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن تعينوني بطول السجود، اضمنكم الجنة بس ساعدوني بطول السجود. طيب أيضا في رواية عن ربيعة بن كعب، ربيعة بن كعب، أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله بأن يدعو له بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعني بكثرة السجود. صار في عنا عنوانين، في طول السجود في كثرة السجود. فبدي يحرص الإنسان، أحيانا بيكون عنده أعماله ما قادر يطيل السجود لكن يكثر من السجود، خصوصا إذا كان لحاله بين وقت وتاني يسجد. شكرا لله عز وجل، بتذكر أنه الله عز وجل شفاه من المرض الفلاني ولو قبل 10 سنين. تذكر نعمة، مستحب شرعا أنه يسجد عندما يتذكر نعمة، أو استجدت عليه نعمة الآن، مستحب أنه يسجد شكرا لله عند تجدد النعمة. أيضا من جملة الروايات ما يدل على أن طول السجود طريق للحشر مع النبي صلى الله عليه وآله، مش أمنية المؤمن أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحشر معه، أن لا يفرق الله تعالى بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين أبدا. طول السجود طريق للحشر مع النبي. الرواية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال علمني عملا، هذا الطميع والطمع بالدين منيح، علمني عملا يحبني الله ويحبني المخلوقون ويثري الله مالي، يصير عنده مصاري، ويصح بدني ويطيل عمري ويحشرني معك. قال له بدي أنا عمل يأمن هؤلاء كلهم. شو بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه 6 خصال تحتاج إلى 6 خصال، أنت طلبت 6 مطالب بدهم 6 أعمال. إذا أردت أن يحبك الله فخفه واتقه، خاف من الله اتقي الله عز وجل بحبك. وإذا أردت أن يحبك المخلوقون فأحسن إليهم وارفض ما في أيديهم، عامل الناس بإحسان وما تكون طميع بما في أيديهم. وإذا أردت أن يثري الله مالك فزكه، حقوق الشرعية، تخرج الحقوق الشرعية منه. الزكاة قد تكون بالخمس، يعني الزكاة هي التنمية والخمس من الأحكام الشرعية.
مسألة الخمس والزكاة مسألة مش بس من القرآن، القرآن والروايات، لأنه مثلا بالقرآن ما عندنا صلاة الصبح ركعتين، ما عندنا صلاة الظهر أربعة، ما عندنا هذه التفاصيل ناخذها من الحديث. وإذا أردت أن يصح الله بدنك فأكثر من الصدقة. في ملاحظة هون، أكثر من الصدقة، نشوف أنه مجتهد فقيه مثل المقدس الشيخ بهجت بيقول بدك تدفع مبلغ، المبلغ عمله عدة صدقات، بتكون عم تكثر الصدقات. صح أنه أنت تصدقت بهالمئة ألف مثلا، بس إذا أمكن أنه يتوزعوا لعشر أشخاص حسب، أحيانا بتكون حاجة الشخص أكثر من مئة ألف، بس أنه ما دام الإنسان يستطيع أن يكثر من الصدقة يعدد، يكثر من الدفع. مثلا رايح مشوار وطريقه في عدة صناديق صدقة، مش أنه دفعت مرة واحدة وخلاص انتهت القصة، لا. وإذا نفس المبلغ بده يدفعه ودفعه عدة مرات الثواب أكثر بكثير، تعدد الصدقة، يعني أنه عم يشتغل منيح مش بس مرة، عدة مرات. وإذا أردت أن يصح الله بدنك فأكثر من الصدقة، هذه معادلة كتير مهمة، داووا مرضاكم بالصدقة عن رواية. شوفين إذا واحد بينتبه لثقافة الصدقة ويهتم فيها تغنيه عن العلاج، عن مراجعة الطبيب والفحوصات والصور وإلى آخره كثيرا وربما دائما. وإذا أردت أن يطيل الله عمرك فصل ذوي أرحامك، صلة الرحم لزيادة العمر. وإذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهار.